حقيقة يعني مهمة هذا الفريق مهمة نبيلة جدا كما تعلمون، وهي توعية الشعوب السامية والخاصة التي تعليمها إلى حد ما ذات الأقل تعليما وأقل توعية، لأنهم عندهم يعني نظرة يعني التطعيم على أنه يعني له سلبيات أو أنه المؤامرات. ومن أعظم ما تقوم عليه يقول هو الإسلام هو الحفاظ على النسل البشرية. فالعلماءنا يقولون أن من أن هناك ضروريات خمس يعني دعت له الأديان جميعا ومنها الإسلام، وهي الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والمال والنسب والعقل. والحفاظ على النفس الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا تجارة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. حقيقة الفريق يعني عمل أعمال جبارة، وهو من خلال حقيقة من خلال الأطباء ومن خلال العلماء، لأن الفريق هذا مكون من الجهتين، وأيضا يعني يتواصل مع المسؤولين السياسيين ويتواصل مع وجهاء المجتمع وقيادات المجتمع، ولهذا كان نجاحه والحمد باهرا. نوصي حقيقة أولياء الأمور وخاصة الآباء والأمهات فهم مسؤولون لا شك يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كفى بمرء إثما أن يضيع من يقوت، صلى الله عليه وسلم. ولهذا أوصي الآباء والأمهات وكل يعني من يلي الخاصة الصغار ورعاية الأيتام كفالة الأيتام، أوصيهم بتقوى الله عز وجل وأن يحافظوا على هذه الأمانة التي ولاهم الله عليها.